السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر كذابي العالم وأعظم نصابي الدنيا كله يشتغلوا طول السنة ما عدا في رمضان تلاقيهم كذا يستحوا ويخقلوا ويعرقوا، إلا السيد القائد النصاب هذا سارق ابن سارق ومبهرر كمان، وباختصار ودف بعيال الناس وهدرهم للموت بكل ضاحة، واستلم معونات المنظمات الدولية وبدل ما يوزعها كذا سكتة بسكتة، وهو راسه أوطى من بشمق لأنه ورط الناس في حرب بلا قدرة، عدو يهنقم وهو قرابيعه عامل لي فيها رجل بر وإحسان يا قاطع الطريق. بناء على توجيهات السيد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وعرفانا وامتنانا لأسر الشهداء العظماء الذين قدموا أنفسهم رخيصة دفاعا عن الدين وعن العرض وعن الأرض، تدشر مديرة الثورة اليوم توزيع السلة الغذائية الرمضانية لجميع أسر الشهداء البالغ عددهم 190 أسرة. طيب استحوا أعرقوا، الناس يقرأوا ويكتبوا، أمسحوا شعارات المنظمات الدولية المانحة من الأكياس، وبعدين أكدبوا أنه سيد الشخوات قربوع مران يوزع للشهطاء، بلاقوا مكتوب بكيس الدقيق وبعلبة الزيت وكرتون المش عارف إيش شعار برنامج الغذاء العالمي، شعار البرنامج هذا الشعار، لا كبروا مليان الشاشة، هذا اللي يلاقوه الناس على كيس الدقيق، واللي مش عارف ايش هذا الشعار، هذا الشعار برنامج الغذاء العالمي اللي بيموله مركز الملك سلمان. مركز الملك سلمان يا جمعية مسيرة النصب والتوزيع لكل المحتاجين من الأمم المتحدة، وسرقها الحوثي ووزعها على أصحابه بس وعلى انه منه. تفرقوا على هذا الفيديو. جئنا نقدم لكم هذا السلة الغذائية البسيطة تقديرا لعطائكم ووفاء وبحسب توجيه هذا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وسامحونا على التقصير. الحمد لله كلنا مخفيين معافين، نشكر السيد على كل ما قدم لنا، نحمد الله على كل حال. نشكر السيد القائد على اهتمامه بأسر الشهداء وعوائل الشهداء. شفتوا شعارات برنامج الغذاء يا أسر الشهداء؟ قلنا لكم هذا مقص ونصاب لا يخجل من دماء أبنائكم اللي قدموها بسببه وأهدرها في معارك خاسرة، ولا يخجل من الله ولا من العالم. في خطوة تعبر عن رد بعض ما قدموه في سبيل الله والوطن. في ظل المبادرة الذي يوليها قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك تجاه أسر الشهداء الذي ضحوا بدمائهم الطاهرة دفاعا عن أرض الوطن. قال لك حوثي يتبرع. حوثي دقها كرم، مش أنا كرم، لا حوثي دقها كرم، اللي لفلف البطانيات والأكواس من كل بيوت الناس ما يعملش خير، يلهط باس. الكرم والأحسان له ناسه مش الحوثاء عيان الخمس. ننسى المبادئ والقيم والأخلاق التي رسمها لنا الشهداء، سنظل متمسكون بها وأوفيا بها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ما يكذبون لعلى من مات. قال لك أخلاق، ما لي لو كان عندكم أو عند قتلاكم ضمير وأخلاق ما وزعتوش الموت والجرائم والإرهاب على كل بيت في اليمن، وراحوا رخاص واليوم تمنحوا أهاليهم مسروقات، أي والله مسروقات المعونات، تأكلوا أهاليهم حرام حرام يا مسيرة قرآنية، بعتم 3/4 أهالي الناس بيع، وزعتم بينكم البن ما تبقى، يعني معونات جابها الكفار حق المنظمات الدولية المظلة أمريكا، ودفع ثمنها مركز الملك سلمان، الملك سلمان حق العدوان، لا خامني ولا حسن زميطة ولا سيدك الشخوة دفعوا سنت واحد، وانت شوف خراقك وعلى من منهم تحمد الله. طن لكل أبناء الوطن، طن طن طن. حبة زبادي اللي يعملوا لنا شفوت، ولا يطرحوا لنا بالوجه، ولا يأكلون لما يقرون يا رخصاء يا شهطاء، وبكل قلة حياة عاد السيد القائد النصاب يوزع لأهل القتيل حبة زبادي، ويمين الله ما طرح فيها فلس، قالت معونة من برا من الأمم المتحدة، ويصوروها بالمسيرة على طول، وهات لك 15 تقرير، وعادوا بيبصم، ها بيبصم أبو الشهيد هم كمان وخالته كلهم بيمصتوا على الحبة الزبادي هذه. شل عليكم رجال وقابلكم حبة زبادي يا قليل العقول.
وفوق هذا وعدهم بيكذبوا، بيقول لك نحن بنوزع المساعدات في ظل غياب المنظمات. اسمعوا 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 الخريط. المستفيدون شكروا هذا العمل الإنساني في ظل غياب تام لكل المنظمات الداخلية والخارجية. ايش فين غابت هذه المنظمات؟ فين غابت هذه المنظمات؟ تعرف فين غابت؟ غابت فوق الشاسات وفوق الدينات ولا سعداء، شلها النصاب القائد وأشرف شخصيا على النهب. كانت الجمعيات ملان البلاد وتقوم بدورها مع مئات آلاف الأسر، كفالة أيتام، رعاية أسر متعففة، إفطار سائم، وألف ألف باب خير غيره. نهبتوها ولا بقيتوا جمعية، والآن قد تقول لي أجينا نوزع في غياب المنظمات؟ ما عملتهاش إسرائيل بغزة، يا مسيرة قرآنية. أما من العجائب اللي ما يفكرش فيها بعاء الحوثي إنه في كل رمضان من يوم ما عرف نفسي إنه في مسابقة قرآنية، من يوم ما عرفنا نفسنا حنا إنه التلفزيون ينزل يصور المساجد وفيقها لقر قرآن. هذا من 30 سنة نحن نعرفه، ما انقطعت إلا في عهد المسيرة القرآنية. بيني وبينكم قد معنا دالحين قرآن ناطق، صح نسيت، قرآن لا ينهى عن منكر ولا يحض على معروف. بلوى بلوى على هذا الشعب، من يوم ما شفنا وقه النحس هذا والدبور والله ولا عد شمينا العافية. تقول الله مقاول على نكبات هذه البلاد، حروب وشفنا، دمار وشفنا، ملي خراب وشفنا، ملي تفجير وشفنا، ملي تكفير وتكفرنا، ملي زلازل، ملي أعاصير، ملي آخرته قرب، والآن قلنا حنا قراد وحسبنا الله ونعم الوكيل. هيا أش ولا نخ.